أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن إطلاق مهرجان البحرين للألعاب في الأول من شهر يوليو المقبل بشراكة استراتيجية مع مسرح الدانة بالتعاون مع سبيستون، والذي سيقام في مركز البحرين العالمي للمعارض. وأكدت السيدة سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض في تصريح خاص لمركز الأخبار أن هذا المهرجان يعد الأول والأكبر من نوعه، والذي يقام ضمن فعاليات مهرجان صيف البحرين 2024. الأولى هيئة البحرين للسياحة والمعارض تطلق مهرجان البحرين للألعاب بالشراكة استراتيجية مع مسرح الدانة وبالتعاون مع سبيستون، بيقام طبعا في مركز البحرين العالمي للمعارض، ويعد هذا المهرجان الأول والأكبر من نوعه، ويقام ضمن فعاليات مهرجان صيف البحرين 2024، وإن شاء الله راح يكون انطلاقة ممتازة لفعاليات جديدة، فعاليات نتشارك معاها مع علامات تجارية عالمية. إن شاء الله بيكون من 1 جولاي وبيمتد على مدى 5 أسابيع، طبعاً من خلال الشاشة المفضلة لكل عائلة بحرينية من خلال تلفزيون البحرين. أنا ودي أتقدم لكم وأقول لكم إن حياكم الله عندنا، بتستمتعون معنا في صيف البحرين إن شاء الله. ولمزيد من المعلومات ولمزيد من يعني طبعاً التحديثات على الأخبار اللي بننزلها، تشوفوا موقعنا calendar.ph.